يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم من جديد. نرحب فيكم اللي تابعونا بداية الحلقة واللي تو ينضمون لنا. خلونا نروح كلنا الحين للباحة وجمال مختلف أكيد منطقة الباحة أكيد مع زميلنا عبد العزيز الشناوي يتعرف على تفاصيل الأزياء النسائية القديمة بالمنطقة اللي تعد من المكونات الثقافية والعادات والتقاليد وتظل ذات مكانة وحضور دائمة. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع. عسير ومنطقة الباحة وأيضا لبس أهالي نجد. أما أنواع الثياب فاهم الوقت فيه أنواع مشكلة، أما القماش هو واحد، فيه مخمل وفيه كريب وفيه ستن على قدام ما كان إلا ستن، هذه أنواع القماش. وأما الشغل فيه توافت ما بين قليل وكثير. هنا ما زال متمسك العم عبد الله في هذه المهنة للاحتفاظ والإقبال على هذا الموروث الشعبي. برنامج ديرتنا عبد العزيز الشناوي الباحة.